والحفاظ على ماه النيل بالقوى الناعمة اللي هو الفن التشكيلي كان رسالة حلوة جدا انطلقنا منه. عملنا ملتقى سلسبيل النيل الأول كان في أسوان تحت رعاية المعالي الوزير. احنا بعد كده عملنا اجتماع موسع مع سيادة الوزير في الوزارة وقرر ان كمان يتعمل ملتقى تاني وقرر ان يكون هنا القناطر الخيرية المحور الرئيسي لهذا الملتقى الثاني. وفعلا بالفعل اكتر من 25 فنان مبدعين اساتذة جامعات كبيرة فنانين كبيرة لهم اسماء كبيرة شاركوا بحب لان هم اصلا مخلصين وعندهم قضية الوطن دي قضية مهمة جدا وتحمسوا للفكرة. وفعلا من اكبر فنانين مصر جم وقدموا كل ما يملك. قدرنا نعمل من منطلق ان السادة الرئيس كان الاعلان النتيجة كانت الساعة 2 احنا كنا الساعة 2 بالضبط على نص الكوبري كوبري القناة عشان نقدم رسالة قوية. احنا بنعبر وبنعبر بقوة بنعبر عن طريق النيل ان احنا بنعبر للرخاء ان شاء الله.